بنرحب بحضراتكم مرة تانية. اتكلمنا في بداية الحلقة عن أزمة الترند المزيف، وإنك فجأة كده تبعت في أمان الأمان اللي تلاقي بوست أو صورة بقت ترند بطريقة غير طبيعية بتلف العالم كله، وفي الآخر تكتشف إن الصورة دي فوتوشوب والترند ده إشاعة. وده اللي شفناه في الإشاعة بتاعت أبو الهول، وقبلها إشاعات كتيرة قوي. ده اللي بيخلينا نسأل بقى إزاي نتحقق من المعلومات دي، ازاي نقدر نعرف لو المعلومة دي حقيقية ولا لا، بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه هي الطريقة اللي نقدر نعرف بيها الصورة دي حقيقية ولا فوتوشوب، قديمة ولا جديدة؟ ده اللي هنعرفه من خبير امن المعلومات احمد السخاوي اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير على حضرتك. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، اهلا بيك. قبل بقى ما نتكلم على الاشاعات والمعلومات والمعلومة دي والمعلومة دي، عايزة اعرف ابو الهول حقيقة ولا فوتوشوب؟ لا قطعا كده فوتوشوب طبعا. طيب قطع. فوتوشوب ولا انجل زاوية الإضاءة أو زاوية الصورة؟ هو طبعا متاخدة في كادر معين بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع عدم الوضوح شوية، وطبعا فوتوشوب اكيد 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 من السهولة استخدامه، طبعا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة دي حاجة تعتبر يعني حاجة تاسكاية بسيطة جدا ممكن اي حد يعملها، فأظهرت الشكل اللي احنا شفناه. طبعا ترند الناس كلها بتتكلم عنه، وقبل اي حاجة اصلا كنا محتاجين نفهم الناس هو يعني ايه ترند، يعني ايه اصلا فكرة الناس تتكلم وتقول ده في موضوع، او يعني المصطلح نفسه كمان بتاع الترند ده معناه ايه. ترند عموما عشان برضو الناس تبقى معانا في الصورة، ترند ده معناه ان احنا عندنا مجموعة من الناس بتتكلم عن حدث معين او حقيقة معينة او خبر معين او حتى صورة معينة ايا كانت، زي الصورة اللي كانت موجودة عندنا وبتتكلم في وقت قصير جدا بعدد كبير جدا بيتكلموا عن الحدث ده. تمام. طبعا الاشكال اللي احنا ممكن نلاقي فيها الحاجه دي بتحصل اخبار رياضيه، صوره زي بتاعه ابو الهول، وفاه مثلا حد من المشاهير مصريين او وات ايفر الكلام اللي بيتقال دايما في احيانا بيبقى بعض الاخبار الفيك، كل القضايا اللي ممكن نلاقي قضايا مجتمعيه بنلاقي احيانا بعض الترندز كده بتطلع اللي هي بتبقى حاجه حدث يعني الناس بتتكلم عنه. طبعا في اربع منصات بيحصل عليهم الكلام ده، منصة يوتيوب، جوجل، تويتر، فيسبوك. طبعا تويتر بيحصل عن طريق الهاشتاجات والتغريدات اللي بتحصل. يوتيوب بنلاقي بعض الفيديوهات بتطلع بتصدر نتائج البحث نظرا لان الناس بتدخل تتكلم عنها كتير جدا، وجوجل نظرا لان ممكن حد يدخل يعمل سيرش عن معلومه مثلا زي بتاعت ابو الهول فعلا اللي احنا بنتكلم عنها، وبنلاقيها طبعا في جوجل ترندز ان هي بقت رقم واحد والناس كتير جدا بتتكلم عنها. واخيرا فيسبوك، واللي انا هاكد بس على نقطه صغيره جدا، فيسبوك احيانا بيحصل بعض الاخبار بيتم لصق بعض اللينكات اللي ممكن يكون فيها بعض السبامنج، ممكن يكون فيها حاجه مثلا سباي وير، والكلام ده على فكره كان حاصل في الترند الاخير ده، ان في ناس بعض الناس على هيئه مواقع ان هي تدخل تقرا الخبر ويكون فيها حاجه تشد الناس حطت لينكات كان فيها بعض الفيروسات، وفي ناس كتير جدا اتاذت من الموضوع ده. يعني مش بالضروره اللي صانع الترند هو اللي يعمل كده، لا ده ممكن ناس تانية شايفه في ترند فتروح حاطه اللينك موجود عشان الناس تدخل. اه صحيح. يعني طبعًا. انا ممكن الفضول الزياده ياذيني طبعا، يعني كليك بتاعتي زيادة دي عشان أنا عندي فضول، ده تأذيني ممكن تأذي جدا جدا جدا. في ويب سايت بسيط جدا اسمه فيروس سكان، ممكن أحط فيه اللينك أتأكد اللينك تمام زي الفل هدخله. اسمه إيه يا فندم؟ فيروس سكان. فيروس سكان ده حاجة أونلاين ممكن إحنا ندخل أي موقع نتعامل عليه نحطه، ده بسهولة جدا بدون بقى نحط برامج عندنا ولا ندخل في تعقيدات. طبعا موضوع الترند نفسه بدأ يبقى حاجة مهمة، بدأت ناس تستخدمها في توجيه بعض الأفكار، بعض الحاجات اللي ممكن تكون مغلوطه. يعني خليني مثلا اقول لحضرتك ان في حاجه اسمها اللجان الالكترونيه بتستخدم الترندز دي موجوده على كل المنصات في توجيه الناس لحاجه معينه، ده خطر جدا بالمناسبه، وده دايما بنقول للناس خلي بالك مش كل حاجه تسمعها او تشوفها تبقى حقيقه، فممكن سوري يعني يبقى في حد بيحاول ان هو يوجه الدنيا لهدف معين، وليكن مثلا بنتكلم في افكار مثلا مغلوطه، بنتكلم في لجان الكترونيه اخوانيه، والكلام ده كان كتير جدا كان موجود، فنتيك كير من حاجه زي كده. نخلي بالنا كمان من اللينكات اللي بتكون مرفقه مع القصه بتاعتنا اللي هي الفيديوز او الحاجه، لان ده خطر جدا. طيب استاذ احمد، هي صناعه في الاول وفي الاخر، يعني صناعه حد بيقعد على جهاز كمبيوتر يصمم حاجه معينه ويبتدي ينشرها فيحقق الانتشار واسع زي ما بنشوف وتبقى ترند، وفي النهايه بيجني ثمار ده. هل في اي حاجه في امن المعلومات، في اداره مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه ممكن تمسح اي حاجه او تحاول انها تتحقق من هذا الامر قبل ما ينتشر بهذا الشكل؟ طيب في حاجات احنا دلوقتي موضوع ان احنا نقفل ده صعب جدا.
بل يكاد يكون مستحيل، لان احنا مش هنقدر نقفل على اكونت مفتوح حد بيبوستنج اي بوست، بس احنا اللي نقدر نتحكم فيه دايما، وده اللي انا دايما بتكلم فيه، الاستثمار في العقول. يعني ايه؟ يعني ان انا عقلي يبقى فاهم دلوقتي مثلا فكره الفوتوشوب مثلا من 40 سنه ومن 50 سنه، ناس كتير جدا لو كان في اي صوره تم فبركتها، او لو كان يعني في اي برامج بسيطه قدرت ان هي تفبرك اي صوره، الناس ما كانش عندها الوعي ان تبقى فاهمه يعني ايه فوتوشوب اصلا. مع انتشار الفكره باي صوره انا بحس ان هي فيها خطا، دي فوتوشوب بالمنطق كده، بقى عندي اللوجيك اصلا كمان ان انا ابقى فاهم ايه ده. مع العلم ان في بعض الويب سايتس كمان ممكن نستخدمها زي بروبيك، لو انا عندي صوره مثلا وعايز اتاكد ان هي فيها مشكله ولا لا، فيها حاجه ممكن تكون غلط، ممكن الويب سايت ده يقول لي. وفي موقع اسمه فرانس كالي، ده موجود للتعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الديب فيكس اللي احنا دايما كنا بنتكلم عنها، اللي موضوع تغيير الوشوش وان يتحط وش فلان على علان والكلام ده كله، ده موجود ممكن ان احنا نستخدمه، وسهل جدا متاح لاي حد. يعني اي فيديو انا خلاص يعني بدا ان هو يخلف شك يدخل في عقلي، ممكن احطه واتاكد، وده سهل جدا. اسماء المواقع اللي الاستاذ احمد بيتكلم عنها دي هتكون موجوده على صفحتنا على فيسبوك، صفحه البرنامج، في اللينك بتاع الحلقه او فيديو الحلقه هنحط اسماء المواقع دي عشان كل الناس يكون عندها الوعي الكافي. كل الناس لو شافت صوره لازم تتاكد من اذا كانت الصوره دي حقيقيه ولا فوتوشوب، اذا كان الفيديو ده حقيقي ولا. مواقع عالميه، بنتكلم في مواقع عالميه، ملايين من الناس استخدمها حوالين العالم او حول العالم، واثبتت كفاءتها في تحديد فعلا موضوع الـ الحاجات اللي ممكن تكون فيك عن الحاجات الحقيقيه. فدي نقطة مهمة جدا، بس كان لازم ان احنا نتكلم فيها، وان شاء الله هتكون موجودة فعلا لانها مهمة 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 جدا. نقطة بقى مهمة انا حابب برضو ان انا استعرضها، وهي فكرة ان الناس تتعامل ازاي مع فكرة الكلاينت عموما، او فكرة الاستخدام للانترنت. لازم نبقى احنا عارفين ان في تقدم سريع جدا حاصل للتكنولوجيا اليومين دول. فدلوقتي مثلا خلينا نكون متفقين ان احنا زي ما قلت لحضرتك كده قبل الحلقه، احنا ممكن التقدم التكنولوجي وصلنا ان ممكن احنا نبدل الاماكن، الفيديو نفسه ممكن بعد اذاعه الحلقه اخلي مثلا انا حضرتك وحضرتك انا وبالتبعيه كان مثلا تبدل الادوار. تخيل التكنولوجيا تقدر تعمل ده وانت بتتكلم مكاني وانا قاعد برد. بالظبط ده ممكن يحصل وبسهوله جدا، يعني الموضوع مش خيال علمي ولا حاجه انا مثلا بعمل حاجه صعبه جدا ولا حاجه، بالعكس الادوات دي خطورتها في ان هي متوفره للجميع وللعامه بسهوله جدا. الموضوع مش حكر على حد، والتطور نفسه التقني بدا يبقى واخد يعني امور كده ممكن تكون معقده وسريعه جدا، فاحنا لو ما خدناش بالنا وبدانا نفهم ان ممكن احنا ننزلق وراء بعض الترندز اللي هي ممكن تكون فيها حاجات فيك، احنا في كارثه. لان الموضوع مهم جدا وممكن يتاخد فيه نواحي سياسيه خاطئه جدا، سواء عالميا او حتى اقليميا او محليا. كل الكلام ده بيحصل، والعالم حاليا بدا فعلا يشهد ثوره كبيره جدا في التطور العلمي وتطور التكنولوجي القوي جدا، بحيث ان بدانا نشوف تقنيات بالفعل حقيقيه. يعني خلينا نقول مثلا مثال صغير جدا، في بعض الافلام طبعا مش هينفع نذكر اساميها في هوليوود، هناك في ممثلين توفوا وكملوا صح. عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي. بول واكر عمل جزء تاني من فاست اند فيوريوس من غير ما يكون موجود، هو مات اصلا، اخوه هو اللي عمل الدور بس ركبه وشه على وش اخوه. فالموضوع بقى سهل جدا، والناس كلها حاليا بدات ان هي يكون عندها النولج ان فعلا لا في حاجه زي كده موجوده، ونخلي بالنا ونتكي. نقطه بقى اخيره عايزين برضو نتكلم عنها في الشان ده، وهي موضوع التزييف، او موضوع ان الناس تاخد بالها ازاي. في جرائم ممكن تحصل، انطلاقا من بعض الصور على انستجرام. يعني ايه؟ تخيل ان انا حاطط صور مثلا ليا، او حاطط بعض الستوريز والحاجات اللي هي الريلز، الحاجات اللي بدات تكون موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. خدت الصور دي عملت مثلا كان حد مثلا سي جبت فيديو حد بيضرب حد، ولا حد بيسرق مكان، ولا بيعمل اي حاجه، ودي الخطوره الكبيره جدا 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 من ان الناس تحط الصور بتاعتها بابليك بجودات عاليه. طبعا كل التليفونات حاليا بتصور بجودات عاليه جدا، فبنقول للناس خلوا بالكم الصور، لان ممكن حد يفبرك لك فيديو، وللاسف في بقى زي ما بيفبرك فيديو ممكن يفبرك نبره الصوت نفسه، نبره الصوت نفسه. معلش يعني ايه خلي بالهم الصور؟ هقول لك. يعني انت مثلا وانا بتصور اهو، مش لازم اجيب وش بقى 4 في 6 واطلع وداني ويعني كاني رايح اتصور مثلا في استوديو.
يعني لو هاجي اتصور احاول اخلي في زاويه، اخلي مثلا في عوجه مثلا في الصوره نفسها، اخلي الصوره مش واضحه قوي، لان موضوع الصور ده، ما هو الصور اللي موجوده على منصات التواصل الاجتماعي ليه هي ببلاش اصلا؟ ليه مواقع التواصل دي كل حاجه فري كده؟ ما هو هنا المكنن بتاع المعلومه بتاعتنا او الصور بتاعتنا. بالمناسبه انستجرام اصلا كان مشروع، مش عايزين بس نتكلم عنه، بس كان مشروع لغرض الابحاث خاصه بالذكاء الاصطناعي في المقام الاول. بالمناسبه تم استغلاله استخدام كبير جدا 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 في تطوير بعض التقنيات اللي احنا اتكلمنا عليها. هندي مثال صغير، زي ما قلت لحضرتك دلوقتي الصور بتاعتي حد خدها حطها على الذكاء الاصطناعي، اتعمل موضوع المحاذاه، اتعمل موضوع ان هو يبقى مطابق للحذافير كده بتاع الوجه وكده، بنسميها كده في التقنيه يعني، وبدا ان هو فعلا يطلع الشكل صحيح. طيب افكن ده على جنب، الصوت بتاعي اتحط نبره صوتي اتفبركت اتعمل بقيت موجود، بقيت انا خلاص انا كده لبست القضيه على طول. فنخلي بالنا، نخلي بالنا دايما وانت بتتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي تيك كير، يعني بلاش معلوماتك الشخصيه تحطها، بلاش مثلا تخلي فيه حاجات اللي هو اي حد ممكن لو دورك قوي هيجيبك، يعني اتعامل بالراحه، بالراحه جدا، حط اوكي اتعامل، ما نقولش ان امنع خالص، ولكن دايما خليك سمارت في التعامل، يعني دي نقطه مهمه ومهمه جدا. دايما هتصور خلي فيه زاويه كده، لان على فكره مع تقدم الذكاء الاصطناعي يظل ان لو الصوره مثلا زي ما بقول لحضرتك كده مواربه سنه، في مثلا صوره مش واضحه قوي في جنب معين، ما يقدرش يعدل فيها وتطلع كويسه بالظبط. ويخلي المواقع بتاع الكشف للتقنيات الديب فيكس يتم اكتشاف الحقيقه بسهوله جدا من غير احنا متصورين احنا بقى يعني بكل الزوايا من كل حته على الانستجرام ان شاء الله. طيب هو في اصلا يعني اكله عيش دلوقتي اسمها سوشيال ميديا انفلونسرز، يعني الناس بقوا بيحطوا صورهم على السوشيال ميديا من غير اي قيود. طيب ازاي انا كفرد في مجتمع عليا مسؤوليه بان انا اعرف الصوره دي حقيقيه ولا لا؟ ازاي اقدر اخد الصوره دي اشوف اطبقها من على جوجل، اعرف منها تاريخها، هل هي قديمه ولا جديده، هل هي صوره حقيقيه ولا فوتوشوب؟ ازاي ما نسقش من الاخر ورا ترند؟ مبدئيا زي ما قلنا كده في موقع اللي هو فرنس كالي، ده بسيط جدا، ده بيحلل كمان الميتا تاج بتاع الصوره. يعني ايه الميتا تاج؟ يعني الصوره دي التقطت امتى، تليفون ايه او كاميرا نوعها ايه، كل المعلومات الدقيقة اللي هي أصلا أنا بالطبيعة الحال أنا ممكن أكون مش عارف، يتم التقاطها من الميتا تاج الخاصة بالصورة. وده بالمناسبة أيا كان أي صورة موجودة في الكون كله ليها ميتا تاج لا تتغير إلا طبعا وفق الشروط معينة، ولكن في الحالات العادية ده تخلي بالنا. طيب النقطة دي تيك كير زي ما قلنا كده، لان الموضوع طبعا هو محتاج يعني وقت كبير جدا في شرحه، ولكن احنا ممكن نخلي بالنا لو في صوره مثلا فيك، ونخلي بالنا زي ما قلت لحضرتك من فكره الانسياق وراء حاجه معينه، او واحنا بنستخدم يبقى في فير يوز كده للاستخدام، ان احنا عندنا مثلا سي في موضوع الصور ده برضه زي ما قلت لحضرتك بيتبني عليه المشاريع دي كلها، ممكن حد اصلا يستخدمها في موضوع الابتزاز. وده بالمناسبه يعني، والنقطه دي نقطه مهمه جدا، ان الصوره صوره عاديه جدا يتم ابتزازي بيها، وشفنا حالات كبيره الفتره اللي فاتت. فنخلي بالنا نقنن استخدامنا لمواقع التواصل، لان والله بجد بجد يعني انا بشفق جدا جدا على مهندسين في مباحث الانترنت ومباحث الاتصالات، من كم المحاضر اللي بتحصل هناك وكم الناس اللي بتشتكي بسبب موضوع الخصوصيه بتاعتها، وموضوع ان حد خد صوري، حد بيهددني، حد بيعمل. طب ما احنا ممكن نقفل الحنفيه، يعني اقفل الحنفيه من فوق اصلا، حاول تمنع على قد ما تقدر، لان العدد ومع التطور الكبير ده خلاص كله دلوقتي بقى معاه تليفون ممكن يعمل فيه اي حاجه، وتليفونه واثنين وثلاثه. لا بس احنا خلينا نقول برضو ان ده بيعاقب عليه قانون، يعني طبعا بيعاقب على قد ما نقدر نحمي نفسنا، لكن برضو بنقول ان اللي هيعمل ده القانون هيطوله، وابتدوا ياخدوا دلوقتي اكيد. بس احنا بنتكلم اجتماعيا، عقوبات احنا كافراد كناس عاديه جدا نعمل ايه؟ يعني الشكل البسيط احنا اصلا نستبق، دايما بيقول لك الوقايه خير من العلاج، انا امنع الكلام ده قبل ما يحصل معايا وخلاص رايح دماغي الدنيا تبقى امان بالنسبه لي. فدي نقطه مهمه جدا انا كان لازم برضه اوضحها. طيب انا بس متعجب يا استاذ احمد، زي ما قلت لحضرتك ازاي مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيكون عندها بعض المحاذير في بعض الكلمات كيوردز كده اول ما بتتكتب مثلا، فبيروح عامل حظر او لحساب شخص ما، او يبعتوا له تحذيرات انه لو استخدمت الكلمه دي تاني هيكون في حظر، ازاي ما فيش حاجه في هذه المواقع تمنع انتشار الترند المزيف؟ ده سؤال مهم جدا. ده سؤال مهم جدا.
في حاليا اصلا بعض المواقع زي فيسبوك مثلا على سبيل المثال حاولوا يحطوا حاجه اسمها فيك نيوز. يعني ايه؟ يعني تقنيه مبنيه على ان هي تاخد الفيديوز تقارنها بقواعد البيانات عندهم من خلال عمليات النشر المتكرر من خلال بعض المنصات الموثوقه عالميا، ويقارن ده، لان مثلا في واحد كان بينتحر مره، شفت الفيديو ده من 2006 خلاص، جابوا الفيديو 2018 عاجل انتحار حد في امريكا مثلا، خلاص الكلام ده كان حقيقي. فيسبوك بدا ان هو يكتب له فوق كده this video is fake and مش عارف ايه، ان الكلام ده كان قديم وكان منشور بتاريخ كذا، واداله اللينك تحت. ده موجود، بس الفكره ان 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 ان, إن هتقدر، هل هتقدر صوره الى حد ما، يعني هقول ايه، بس احنا عندنا مثلا سي في حاجات كتيره جدا يعجز لسه الذكاء الاصطناعي عن ان هو يريكوجنايز الموضوع ده. يعني بس كمان استاذ احمد خليني اقول حاجه، انه بعض من هذه المواقع اصلا هم اللي بيقوموا بترويج بعض الافكار اللي ممكن تبقى خاطئه او الاشاعات، يعني بيدعموها حتى يعني بالسيرش انجن عندهم، ممكن هم يدعموها كمان. بص، هو لو هندخل في الشأن ده فيعني انا دايما 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 عندي قناعه كده شخصيه هي جوايا، ان كل شروط الاستخدام وكل اللي بيسموها مثلا قوانين اللي بتحط من خلال مثلا ما حدش يشتم حد، ما حدش يبقى عنصري مع حد، كل الكلام ده كفته بالنسبه لي. وهقول لك ليه كفته بجد، لانه مثلا على سبيل المثال فيسبوك بيدعم المحتوى اللي بيتعمل عليه انجري كتير جدا، يبدا ان هو ينشر الناس كتير. صح. طيب المفروض اللي هيتعمل عليه انجري اصلا خلاص اعمل قيود، حاول انك تلم، لانه وراه مكاسب، ده طبعا مكاسب بالنسبه للموقع. طبعا طبعا. ففي بعض حتى انا على فكره اتكلمت مع ناس داخل الفيسبوك في الكلام ده، ان في بعض المشاكل الجامده جدا، يعني موضوع مثلا القضايا كمان كانت موجوده جوه الفيسبوك عن طريق بعض الناس جوه الاداره، وانا اتكلمت معاهم على فكره، وكان في مشاكل جامده فيما يتعلق بالقصه اللي هي مثلا، يعني انا في حاجه طبعا فيها قيود يعني ما ينفعش نتكلم فيها، بس الـ 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 القصه ان هي مثلا في خلل في مثلا موضوع اللايكس اللي كانت بيتم عن طريق انستجرام، ان يبقى في مثلا حد عنده لايكس كتير جدا، وفيسبوك في المقام الاول او في الاساس كان حاول ان هو يحد من موضوع ان يحصل اتهامات في ان يبقى في مثلا ناس بتنتحر نتيجه ان بيجي لهم تشاؤم، بيشوف حد تاني ناجح على انستجرام فاترفع على فيسبوك وانستجرام قضايا كتير جدا، فبدا الناس ان هي يتخفي اللايكس بتاعتهم نظرا لان ده كان بيعمل احباط على ناس تانيه. ففي مشاكل جامده جدا كانت موجوده في الفيسبوك وانستجرام. انا مؤمن تماما 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 ان كل حاجه ليها شقين، ليها وش بيظهر لنا وليها حاجه تانية بتتم في خفاء. ويمكن اللي كان حصل اصلا الفتره اللي فاتت من موظفه كانت داخل الفيسبوك يوضح اللي احنا بنتكلم فيه، وكمان بياكد ان في ازدواجيه بعض القرارات اللي بتحصل جدا، وده موجود. ففكره بقى ان هو يساعد في انتشار الترند، طبعا. ما هو انا يعني انا لما استخدم التليفون بتاعي وادخل مثلا على الفيسبوك 4 5 ساعات ويعدي من عليا اعلانات ممكن اتفاعل عليها، اعلانات بيد، اعلانات مدفوعه سبونسرز اصلا، فاقدر ان انا استفيد من فيسبوك يستفيد من ان انا في انتر اكشن مع او حتى فيوز للاعلانات دي، يعني لمجرد ان انا فتحت الاعلان وشفته بالظبط. فده طبعا فلوس داخلين، كل ما هستخدم الخدمه او استخدم التطبيق هي انا بتحول لفلوس حرفيا في المقام الاول. فما فيش جانب اخلاقي، يعني ده اللي نقدر نقوله، ان هو مش هيراعي الجانب الاخلاقي نهائي. صحيح. هو بس كل اللي في دماغه ان هو يحقق مكاسب من ورا الموضوع ده، وده اللي بيحصل. طبعا رقم واحد بالاساس. والا اصلا ما كانوش خلوا التطبيقات كلها فري للناس كلها، والناس كلها بتقدر تستخدمها بدون اي باي مثلا او اي بايد مثلا او اي بايمنت ممكن تحصل او اي فلوس حتى تدفع. يعني ايه اكتر مواقع من دول مخترقه؟ يعني خلينا نقول لو انستجرام، فيسبوك، جوجل، تويتر. دي كلمه كبيره. احنا بنتكلم فيه ان يعني انا 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 بالمناسبه كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، يعني انستغرام، واتساب، فيسبوك، الثلاثه خلاص واخدوا اصلا سنترلايز داتا بيز اصلا كده كده، كل الثلاثه ملمومين في بعض في مكان واحد. بس احنا بنتكلم فيه المعلومه نفسها، لا المعلومه بيتم مشاركتها، يعني احنا معلوماتنا. هديك مثال بسيط جدا، انا مثلا واحد اهو عمري ما عملت فيسبوك مثلا، يعني خلاص عمري ما استخدمت فيسبوك. مجرد ان احنا اتكلمنا دلوقتي والموبايل بتاع حضرتك اللي حضرتك ليك اكونت على الفيسبوك، بدا ان احنا نتكلم في حاجه اسمها شادو بروفايل بيتعمل ليا، حتى وان كنت انا ليس او عمري ما استخدمت الفيسبوك بالبلدي. خلاص. طيب بعد ما يتعمل شادو بروفايل حرفيا بيتعمل عني كل
اللي انا بتكلمه عليه معلومه مهمه جدا وجديده جدا عليا. ده بيحصل على فكره. يعني احنا مثلا سير ما بنيجي نتكلم مثلا الفكره القديمه اللي اتهرست خلاص كتير جدا، ما بنيجي نتكلم مطاعم فجاه بتلاقي المطاعم جات لك مش عارف ايه جالك. انا لو قابلت حضرتك تاني وصوتي ده فيسبوك او غيره لمح الصوت او قدر ان هو يكوجنايز الصوت، اوتوماتيك كده الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت هتلاقيها حضرتك بتتارجت بيها، سواء مطاعم سواء خروجه مثلا في مكان او وات ايفر الحاجه ايه. فعايز اقول لحضرتك ان 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 فيسبوك وغيره قايم على حاجه زي كده. فبالتبعيه معلوماتي هي اسمن حاجه ممكن تتقدم لمواقع التواصل الاجتماعي. وبالتبعيه لازم اخلي بالي جدا في صلاحيات جوه التليفون، ممكن ادخل على اي تطبيق انا عايز اكبر دماغي منه واقفل الصلاحيات اللي هو بياخدها، منها صلاحيه الكاميرا، منها صلاحيه المايك، وقت بحب استخدمها الدخول على الجاليري او الدخول على الكونتاكتس موجوده. معلومه بسيطه يعني اي حد ممكن يعملها، امسك التليفون بتاعك هات الصلاحيات داخل التليفون وانتهينا. فالموضوع سهل جدا واي حد يقدر يستخدمه. انما موضوع مخترقه لا، هي البيانات كلها اصلا انا يعني انا مؤمن بالكلام ده يعني في الشارع يا عطا. فنخلي بالنا وربنا يستر يا رب. شرفتنا يا فندم ونورتنا. استاذ احمد السخاوي خبير امن المعلومات، بنشكر حضرتك على كل هذه المعلومات. تسلم.